صباح الخير عليكم مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من طريق ولاد الزيان ومن سكة التراموي اللي باقا في الأشغال. يعني مازال ما عرفتش أنا كيفاش غادي يقدروا أنهم يكملوا فيها الأشغال، كيف ما كتشوفوا معنا أن مهاجرين ديال الأفارقة ديال جنوب الصحراء يعني احتلوا هذا المكان وداروه بلاصه ديال السكنه ديالهم، من بعد ما السلطات قامت بشن حمله ضدهم بعد الشكايات المستمره ديال السكان واللي كيعانيو، واللي اغلبهم ولا باغي يبيع ديور ديالو باثمنه رخيصه وما لقاش اللي يشري من عنده بسبب الافعال اللي كيقوموا بها هاد المهاجرين هادو. سرقات من أسبان من أوساخ اغتصابات دعارة كيفاش غادي يقدروا العمال أنهم يكملوا هذه الأشغال؟ هذه الأشغال توقفات تحبسات. مشاهدي قناة شوف تي في، شفتوا معنا المنظر كيفاش داير ديال سكة التراموي في طريق ولاد الزيان. انتما شفتوا انهم دايرين عشش ديال البلاستيك. غنعاودو نرجعوكم لهذاك المكان. صادم. انا تنتمنى حنا كنا تكلمنا مع عمدة مدينة الدار البيضاء هذا الموضوع، وكنا سالنا على شنو هو الحل اللي غيدار لهاد المهاجرين الافارقه. قالت لنا بانهم غيديروا لهم منصات الكترونيه